ينضم إلينا الآن عبر الهاتف الأمين العام لمجلس العشاء العربية شيخ ثائر البياتي. السلام عليكم شيخ ثائر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقييمكم لما يجري الآن في العراق؟ التقييم الأولي أنه ابتدت بثورة التيار وانتهت بثورة الشعب. حاليا هناك شقين أو طرفين بالمعادلة، العراقيين مقابلهم الولائيين. ما يحصل الآن حاليا في المنطقة الخضراء هي مواجهات بين الجيش العراقي وقوات مكافحة الإرهاب ومن تحالف معهم. قد صدر بيان السمر رئيس الوزراء. خليكم. نعم شيخ ثائر، إذن هي تحولت إلى ثورة شعب الآن. ثوار تشرين تراهم في قلب المعادلة؟ ثوار تشرين أنزلت اللجنة المركزية لثورة تشرين بيان بدعم الثورة والانضمام إلى الثورة والمشاركة بكل قوة. ما هي أهداف هذه الثورة؟ ثورة إنهاء الاحتلال الإيراني للعراق وإسقاط النظام السياسي الفاسد وبناء عملية سياسية حقيقية تحقق للشعب العراقي تطلعاته وأحلامه وحقوقه. هذا كلام عام جميل، هل من آلية محددة للتنفيذ؟ كيف سينفذ هذا الأمر؟ بالتأكيد هناك آليات كثيرة، منذ 3 سنوات العمل جاري على هذا العمل على نتائج ما وصلنا إلى اليوم، وهناك خطوات كثيرة من قبل عراقية وهناك توافق عراقي إقليمي دولي بتغيير المعادلة السياسية بالعراق. طيب، في مسألة حساسة أريد أن أسأل عنها الأستاذ باسل وحضرتك شيخ ثائر. ابقى معي شيخ ثائر لو تكرمت. طيب اليوم عندما نقول إنه هذه ثورة شعبية تحولت من ثورة تيار كما قال الشيخ ثائر إلى ثورة شعبية، الطرف الآخر يقول عندكم شارع وعندي شارع، في شارع مؤيد للثوار إذا بدك للثورة للتيار الصدري، وفي شارع مؤيد للإطار التنسيقي، شارع مقابل شارع، يعني حرب أهلية. هي المشكلة للطرف الآخر مثل ما تقول بأنه الطرف الآخر جنابكم، والطرف الآخر الذي هو الإطار التنسيقي. نعم. الإطار التنسيقي لا مانع، وعنده ميليشيات مسلحة، لا مانع بأنه أن مثل ما يقول بأن تكون حرب أهلية أو يكون هناك تصادمات، لكون سياستهم ومنهاجهم لا مانع ولا إشكال أن يحترق العراق من زاخو إلى الوفاو مجرد أن يحصلوا على مكاسب ويحصلوا على ما يريدون. هذا جانب. جانب آخر إن نتحدث عن الميليشيات، اليوم السيد الصدر عندما خرج بمظاهرات هو لم يقل بأننا لا أمتلك جهات مسلحة، ولكن يقول الجهات التي يمتلكها. بس مين مسيطر على الشارع اليوم؟ السيطرة على الشارع أكيد بأنه السيد الصدر لديه ثقل في السيطرة عن الشارع، والجانب الآخر لديه ثقل بالميليشيات والسلاح الذي هو خارج عن سيطرة الدولة. رئيس هيئة الحشد الشعبي الآن يقول سنبقى خارج الاصطفافات السياسية ولن يعود العراق إلى عهد الدكتاتورية، ماذا نفهم من هذا الكلام؟ بمعنى يتحدث بالاستقلالية، باستقلالية الحشد. لا يمكن أن يكون هنالك أي استقلالية للحشد الشعبي إذا لم يتم تغيير كل قيادات الحشد وعلى رأسها رئيس الهيئة الحشد الشعبي، لكون كلهم لديهم ولاءات خارجية وليس لديهم ولاءات داخلية. فهذه المؤسسة العريقة التي بفتوى المرجعية الرشيدة بالنجف الأشرف سطرت أروع البطولات يجب أن تكون بعيدة عن الفاسدين والفاشلين وحتى بعيدة عن الرئيس هيئة الحشد.